السلام عليكم ورحمة الله. الأهل والأحباب والأصدقاء على امتداد ربوع السودان، يا رب تكونوا بخير وعافية سالمين مطمئنين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ السودان وينزل علينا نعمة الأمن والأمان والسلم والسلام على السودان وأهله الطيبين. اللي بيحصل حاليا في السودان ليس بالشيء اليسير. هذه الصراعات الدامية أوقعت الناس والبلاد في منزلق خطير، خسرنا بسببه الكثير من الأرواح والممتلكات، وكل شخص فقد شيء غالي في هذه الصراعات، فدفقت ابنه ودفقت صديقه ودفقت ممتلكاته، وآخر فقد شغله وعمله، وآخر فقد الأمل واستسلم للحياة البائسة، وده ابتلاء عظيم نسأل الله سبحانه وتعالى فيه الصبر والعوض الجميل. وأهم شيء تركز فيه في الفترة الحالية إنك تحقق أكبر قدر من الأمان النفسي والسكينة الروحية وتطمن الحواليك. خلي بالك من نفسك كويس جدا، فالعمر ساعة، تضرع فيها لربك واطلب غفرانه، وخلي مصحفك جنبك ورتل قرآنك، وقضى أوقاتك مع الأهل والأصدقاء، واغرأ لاكتساب مهارة جديدة أو معرفة تميزك. وبحول الله ستنتهي هذه الصراعات وسيتعافى السودان ويعود أقوى وأجمل بحول الله. ولرب نازلة يضيق لها الفتى زرعا وعند الله منها المخرج، ضاغت فلما استحكمت حلقاتها فرجت وكنت أظنها لا تفرج. ميسر علي ثاني، كن قويا بخير.